يعني هو ما يعني يصيب كل الأعمار، لكن يكون بالدرجة الأولى عند الأطفال لسهولة انتقاله بين الأطفال، وخاصة في ما قبل المدرسة، يعني برياض الأطفال أثناء لعبهم. فهسه إن شاء الله راح نجي عليه. هذا الطفيل نسميه الانتروبيوس بيرميكولاريس، انتروبيوس بيرميكولاريس، أو يسموه الإكزيوريس بيرميكولاريس. هي إلى تسميتين، الكم طبعا الكومن نيم مالته نسميه أستاذ هذا أكو طالب ما الفينيا. عنده إيميل جامعي ما يقدر يدخل. شلون بيج حاله؟ شو اسوي له يعني؟ والله ما أعرف أستاذ، شو هو يعني قلت شو لك على مود تشوف له حل شي. هو يشوف له حاله؟ ما له علاقه، يروح يلهم ويقول لهم الست صبا، يقول لها عشان شو اسوي له يعني؟ افتح هو لي يروح الحضور لل أستاذ. لحظه ومن هو؟ ماكو، ما حد طلب. بدأ يطلع. المهم، فنرجع لدرسنا. الكومن نيم هو البين وورم، نسميها الديدان الدبوسية. وهسه راح اقول لكم ليش سميناها البين وورم، ليش سميناها ديدان الدبوسية. ما راح نجي على المورفولوجي. ايضا تسمية اخرى يسموها الثريد وورم، يعني يسموها الخيطية. ليش؟ لانه بالضبط هي تشبه الخيوط الصغيرة، وهسه راح نشوفها ايضا بالمورفولوجي ما راح نجي عليها. أهم شيء هو عندي الهابيتات هنا. الهابيتات هنا هي أصلاً موجودة باللارج انتستاين ونهاية الأمعاء الدقيقة، يعني خلينا نقول الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة اللي هو الإيليوم أو الأسفل الإيليوم، واللارج انتستاين اللي بتبدي بالسيكم، وطبعاً أيضاً القولون وحتى بالريكتوم. هسه راح نجي عليها. طبعا هذه مرات ايضا تصيب او تغزو الابندكس. الابندكس هي زائده دوديه، زائده دوديه بعض الاحيان ايضا تروح لها، وحتى بعض الاحيان تسبب لنا التهاب بها. اذا صارت عندنا الهابيتات مالتها موجوده وين؟ باللارج انتستاين، وايضا الجزء الاسفل من الايليوم، وحتى انه الفيميل تضع بيوضها تهاجر لي وين؟ تهاجر الى الريكتوم، الى الجزء الاخير من اللارج انتستاين، حتى تطلع خارج فتحه الانس وتضع البيوض مالتها خارج الجسم، يعني خارج الانتستاين، وين؟ بمنطقه يسموها البيري انال سكين، اللي هي حول فتحه المخرج، حول فتحه الانس. هاي يسموها البيري انال سكين. اذا هنا الفيميل ما تضع البيوض مالتها وين؟ بالانتستاين. راح اعيدها أستاذ بس مره عيد ثانيه، المعيشة. هسه راح اعيدها. الهابيتات مالتها هي اصلا الادلت باراسايت، تعيش وين؟ تعيش بالجزء الاخير من السمول انتستاين واللارج انتستاين، ضمنها طبعا السيكام والابندكس والريكتام. لكن هي بصورة عامة تهاجر الفيميل فقط، تهاجر إلى الريكتام، إلى نهاية الريكتام، حتى تضع البيوض مالتها مو بالانتستاين، وإنما تطلع خارج فتحة الأنس، زين، وحول فتحة المخرج بمنطقة نسميها البيري انال سكن. بيري انال سكن. وهسه هم راح اعيد لكم اياها من نجي على الاعراض المرضيه. هذا بالنسبه للهابيتات. نجي على الديزيز اللي يسبب لنا اياه، هو الانتروبياسز. الانتروبياسز
بالنسبه للانفكتيف ستيج هي الاكس ويتش كونتين ذا فيلاري فورم لاربا. طبعا هي ايضا هنا مثل ما شفنا في حاله الاسكارس وشفنا في حاله التراكيورا انه هنا البيوض راح يصير بها لاربا، هنا راح نسميها الفيلاري فورم لاربا. بس هنا شنو فرقها عن بقيه انواع اللاربات؟ هنا اللاربا ما يحتاج لها فترة طويلة مثل ما شفناها في حالة الأسكارس أو التراكيورس تراكيورا. هنا بخلال 4 إلى 6 ساعات تتكون اللارفا بعد خروجها من ايش اسمه، بعد خروجها بعد وضعها من قبل الفيميل بمنطقة البيري اينال سكين. أهم شيء عندك تكتب على المود اوف انفكشن، مهم جدا هذا. ليش؟ وهسه راح اقول لك ليش. مثل ما قلت لكم هذه الديدان تنتشر بسهوله عند الاطفال اكثر مما بالكبار، هم اثنيناتهم ينصابون، بس سهوله انتقالها بين الاطفال وخاصه في فتره رياض الاطفال ما بين 5 و4 سنوات، زين، وحتى اقل 3 سنوات وسنتين ممكن. سهله انه اثناء عمليه لعب الاطفال مع بعضهم بمنطقه واحده، خاصه بالمراكز رياض الاطفال، هذول المصاب الواحد ممكن يصيب كل الاطفال بسهوله بالغرفة أو بالهول اللي موجود هم به. وبعدين هو هذا الطفل نفسه من يروح إلى عائلته ممكن يصيب الأطفال أيضا، وحتى ممكن يصيب الكبار مالتهم. إذن هي المشكلة وين؟ المشكلة عند الأطفال أكثر مما تكون عند الكبار، لأنه هسه راح نشوف احنا أن الشخص من يريد يأكل هذا راح يغسل إيده الكبير، لكن بالنسبة للطفل ما يعرف هذا الشيء ويكون سهل عليه نقل الإصابة. أبدأ أشوف شلون تنقل هاي الإصابة في حالة الانتروبيس فيرمينكولاريس. أول طريقة نسميها الكروس انفكشن. ماذا نعني بالكروس انفكشن؟ الكروس انفكشن انه ناخذ الاصابه عن طريق التلوث الاكل مالتنا والشراب ببيوض شخص اخر. عرفت شلون؟ هذه يسموها الكروس انفكشن through ingestion of the contaminated food and water with the other. هذا اذا ها الطريقه الاولى يسمها الكروس، منقوله، كروس يعني مع عبره. نجي على الطريقه الثانيه. تذكرون أنا قلت لكم الفيميل وين تضع البيوض مالتها؟ ما تضعها بالانتستان، دير بالكم ما تضع البيوض مالتها بالانتستان، وإنما تطلع خارج فتحة الأنس وتضعها حول فتحة المخرج، نسميها منطقة البيري أينال سكين، بالضبط على الحافات مالت فتحة الأنس. هاي العملية راح تسبب الريتيشن. شنو الريتيشن؟ راح تسبب نوع من الحساسية عند، وخاصة عندما تتحرك الأدلت يعني الفيميل أثناء عملية وضع البيضة. هذا الطفل راح يسبب له نوع من الإيتشنج، نوع من الحكة بحول فتحة المخرج، وبالتالي هاي المنطقة الشرجية راح تكون مؤلمة بالنسبة للطفل. فشي يسوي الطفل؟ راح يسوي كراشنج. كراشنج يعني يبدي يحك المنطقة. ليش؟ لأنه يحس أنه كفد مثل النغزة تصير بالمنطقة، وبالتالي راح أثناء عملية الكراشنج هذه، عملية الإيتشنج، راح يأخذ راح تعلق البيوض وين؟ ما بين الأظافر وأيضا بالهاند بصورة عامة، بالهاند مالت الطفل. أثناء بعد هذه العملية الطفل وين راح يخلي أصابعه؟ بعض الأحيان يخليها his mouth، راح يخلي البيوض، عفوا راح يخلي الفينجر مالته أو الهانز بحلقة، وبالتالي راح أو يأخذ الإصابة أو يأخذ البيوض. أو بعض الأحيان بعد عملية الكراتشنج هذه، سكراتشنج هذه، وعملية التلوث الهاند مالت الطفل، راح يأكل بيها زين، وراح تعلق البيوض مالتها وين؟ بالاكل. هاي العمليه نسميها ري انفكشن،
راح ياخذ الاصابه عن طريق نفس البيوض مالته، يعني اخذها من فتحه من منطقه البيري انال سكين عن طريق تلوث الهاندز مالته، وبالتالي راح يبلعها بعدين. اذا راح اقرا لكم اياها. This commonly occur in the children. هذا يحدث بصوره عامه عند الاطفال. Because the adult female الأناث البالغات تضع البيوض lay their eggs at the perianal region بمنطقة هاي اللي قلت لكم إياها حول فتحة المخرج نسميها، هاي خلوا لي خط جواها perianal region اللي هي هذه اللي موجودة اللي تضع بها البيوض. and after etching وبعد عملية الحك هذا by the hand by the hand child بواسطة أيدي الأطفال the eggs contaminate the hand and the child put his hand in the in his mouth. راح يضع الأصابع أو إيده بفمه or eating and this will swallowing the eggs. هذا راح يؤدينا إلى بلع. swallowing معناه بلع البيوض بهالطريقة. هاي العملية نسميها reinfection، إعادة الإصابة، إعادة الإصابة عند الأطفال. إذا صارت عندي الطريقة الأولى سميناها cross infection، من تكون تتلوث الأكل والشراب مالتنا بالبيوض، هاي واحدة. اثنين reinfection من يصير تلوث الهاندز of the hand child by the eggs أثناء عملية الإتشينج، أثناء عملية الحكة هذه. وبهالحالة راح قلت لكم يضع الأصابع أو إيده بحلقة، وبالتالي راح يبلع البيوض. الطريقة الثالثة والأخيرة نسميها ريترو infection or auto infection. ماذا نعني بالauto infection أو الريترو infection؟ هنا نتذكرون أنا قلت لكم بالفيميل تضع البيوض مالتها وين؟ بالperianal region، لا حد ينساها. هنا الفيميل ما تضع البيوض بالانتستاين، دير بالكم. بعد ما عملية وضع هذه البيوض من قبل female راح هذه بوجود suitable temperature يعني الحرارة المناسبة، وخاصة انتبهوا علي وخاصة بالشتاء تكون عملية الهاتشينج مالتها او تفقيس او تكوين اللاربي والهاتشينج مالتها اللي هي تفقيس يكون اسرع. ليش؟ لانه الطفل دائما يحفظوه او يخلوه له يلبسوه ملابس كثيره، لذلك راح تحتفظ بدرجات الحراره حول فتحه الانس. اذا راح يؤدينا الى شنو؟ عمليه اسراع تفقيس البيوض. وين؟ بمنطقه البيرينال ريجن. ومثل ما قلت لكم هاي البيوض ما يحتاج لها فترة طويلة حتى يصير بيها الماتوريشن. رأساً اللارفي خلال 4 إلى 6 ساعات راح يصير بيها شنو؟ راح يصير بيها ماتوريشن تنضج، وبالتالي راح تفقس من تكون درجة الحرارة مناسبة. بهالحالة احنا بعد هسه بعد عملية التفقيس راح ينتج عنها لارفي. هاي اللارفي راح ترجع مرة ثانية عن طريق فتحة المخرج وين تروح؟ إلى الركتوم، وبالتالي راح تروح إلى اللارج انتستاين وتصبح دودة بالغة من توصل إلى السيكم. إذن صارت عندنا هاي العملية نسميها ريترو or auto infection. راح أعيدها عن طريق قراءة الشيء، وإذا عندكم أي شيء قولوا لي. This happens when the body temperature is suitable for hatching. يعني هنا من يكون الجسم درجة حرارة الجسم تكون ملائمة لعملية تفقيس البيوض بالperianal region. و and the larvae from the anal skin back again to the rectum. وبهالحالة راح ترجع مرة ثانية اللاربي من فتحة الانس وتروح إلى الركتم، وبالتالي راح تروح إلى السيكم، وطبعا عن طريق الركتم وتروح للسيكم، وهناك تصبح دودة بالغة بالسيكم. هاي هي الطرق، راح أعيدها المرة الثالثة. عندنا 3 طرق لعملية انتقال الانتروبيوس فيرميكولاريس. الطريقة الأولى هي الكروس انفكشن عن طريق الكونتامينيشن أو the food and water with the ova.
زين، هاي الطريقة الأولى نسميها كروس. الطريقة الثانية نسميها re-infection، هي أنه by the hand of the by the child hand، اللي هي عن طريق الأيدي الأطفال بعد عملية scratching after the itching of the perianal region. زين، وبالتالي راح تعلق البيوض أما تحت الأظافر أو بالفينجرز مالته، يضع الـ 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 الأصابع مالته أو إيده بحلقة، بهالحالة راح تتم عملية نقلها. هذه يبلعحس والله وين يصير بها، وبالتالي راح يأخذ الإصابة. هاي العملية نسميها re-infection. re-infection. الطريقة الثالثة ينسميها ثالثة هي ينسميها retro-infection or auto-infection. هنا عملية إنهم يكون البادي temperature suitable for the hatching. هالحالة البيوض اللي موجودة بالperianal region راح يصير بها هاتشينج، راح تفقس إلى لاربي. هاي اللاربي راح تروح عن طريق فتحة الأنس مرة ثانية return back to the rectum عن طريق فتحة الأنس، وتروح إلى السيكم وتصبح adult parasite in the cecum. هاي هي ثلاث طرق. ولذلك أنا ليش قلت لكم هنا الإصابة عند الأطفال تكون أكثر من ما في الكبار، هم الكل ينصابون، ولذلك هي خطورة هذه الديدان بالعوائل. من يكون واحد طفل مصاب ممكن أنه يصيب كل الأطفال مالت العائلة، وأيضا ممكن حتى الأم ممكن أنه تنصاب من طفلها إذا كانت يأخذها. ودائما هذه البيوض ايضا انتشارها برياض الاطفال لانه وزنها خفيف، مراتنا اثناء عمليه ما ينفضون التراشف مات الاطفال المصابين ممكن حتى تطاير البيوض وياخذوها عن طريق الانهيليشن. بعض التقارير بعض البحوث اللي سووها شافوا انه ممكن انه تنقل لانه خفيفه تنقل عن طريق الانهيليشن والشخص ياخذها عن طريق البلع. هاي هي اهم الطرق، ولذلك اريدكم تاكدون على المود اوف انفكشن والهابيتات. راح ارجع واقول لكم هذه الديدان لا تضع البيوض مالتها بالانتستاين، ولذلك دير بالكم لا حد يغلط ويقول لي من هسه راح نجي على اللاب دايجنوزيس ويقول لي جنرال ستول اكزيمينيشن غلط، لانه هنا الستول ما راح يفيدني بعمليه شنو الـ يعني من فحص الستول ما يفيدني، لانه اصلا هي ما تضع وين داخل الانتستاين، ولذلك ما يفيدني جنرال ستول اكزيمينيشن في هذا النوع من الديدان. نيجي على المورفولوجي. هذا المورفولوجي راح اول مره اشرح لكم اياها على الرسم. هسه راح اقول لكم احنا ليش سميناها بين وارم. طبعا هذه الديدان هي اصلا خيطيه الشكل، صغيره الحجم، ما يتجاوز طول الفيميل مالتها حوالي من 8 الى 13 ملم. صوروا 8 الى 13 ملم، والفيميل أصغر من عدها ما يتجاوز طول حوالي ما بين 3 إلى 5 مليمتر. بس شنو ليش سميناها بينورم؟ لو نلاحظ أنه النهاية الأمامية مزودة بثلاث شفاه صغيرة مثل ما شفناها في حالة التراكيور ستراكيورا، وأيضا مزودة بتثخنات موجودة يسموها هاي، لو شوفوها هاي الفوق اللي موجودة على الجانبين، هاي التثخنات موجودة نسميها الكيوتيكولار ألي. طبعا أريكم هناك مرح أقرأ لكم إياها بعدين، أشوف لكم إياها التسمية مالتها، بس أنا رديت أشوفكم هذا الرسم وين موجود التثخن. هذا بالضبط ينطيني شكل الدمبوس، أو إحنا نسميه دمبوس براس، هذا الصغير زين بيتثخن. والنهاية الخلفية مالت الفيميل تلاحظوها مثل مدببة تنطيني يعني شكل الدمبوس، ولذلك سميت بالبين وارم. سميت بالبين وارم، تلاحظوها بهالشكل هذا. ومثل ما قلت لكم هنا الفيميل تكون ستريت تكون، أما بالنسبة للميل نفس الشيء، النهاية الأمامية بي كيوتيكولار ألي للتثخنات وبي ثري لبس اللي موجودة، لكن النهاية الخلفية مالته
تكون معكوفة يعني كير على الجهة البطنية، وبيها هوك تكون هوك لايك سبيكيول، السبيكيول مالتها هنا تشبه الهوك، واحدة فقط موجودة بال بس مجرد حتى أثناء عملية الأقرار لكم إياها. المورفولوجي ذا ورم اسبندل مغزلية الشكل، ذا انتيريور اند بروفايدد وذ ثري ليبس دائما مزودة بثلاثة شفاه، اند كيوتيك خلوا لي خط جوا كيوتيكلر الي، كيوتيكلر الي معناها تفخنات جليدية موجودة بالجهة الأمامية، وهو هذا يعطينا انطباع البين وورم لأنه النهاية الأمامية تكون مزودة بتخونات والنهاية الخلفية تكون pointed، ولذلك انطى انطباع البين اللي هو الـ مثل ما قلت لكم الدمبوس. الفيميل وورم مجرد مثل ما شرحت لكم إياه هي حوالي ما بين 8 إلى 13 مليمتر زين، وتكون النهاية الخلفية pointed، ولذلك سميت name pinworm، ولذلك سميت. إذا أقول لكم الامتحان ليش سميت why we call entropious vermicular pinworm، قل لي because it has a articular alley at the anterior end and the posterior end pointed, so it is called pinworm. أما بالنسبة للميل قلنا هو دائما بالنيماتود يكون أصغر من 2 إلى 5 مليمتر و has curved posterior end and beards يعني و تحمل single hook like speculum مثل ما هسه شرحت لكم اياها، مجرد شوكه واحده تكون بنهايه الخلفيه. هسه راح نيجي على المورفولوجي اوف ذا ايز، واكتب عليه هذا كلش مهم لانه بيوض الانتروبيوس فيرميكولاريس تكون مختلفه عن بقيه انواع البيوض. لو نيجي عليها نشوفها بالصورة نشوفها تكون asymmetrical. شنو asymmetrical؟ غير متناظرة الجانبين. يعني شنو الجانب؟ لو نشوف واحد من الجوانب يكون flattened، flat يعني يكون يعني شبه مستقيم، and the other one at the opposite one المقابل يكون curved، يكون كيرد منحني، ولذلك so it is like the D capital letter في حالة باللغة الإنجليزية. شوف حرف الدي تلاحظون لو نجي عليه تقريبا يعني هو مو كلش بس يعني تقريبا يشبه حرف الدي بالكابيتال لتر باللغة الإنجليزية. So it is characteristic features eggs for the entropious vermicularis، وطبعا تنشئ داخلها بصورة سريعة اللاربي، تلاحظون هاي اللاربي داخلها موجود هو. فنرجع على الشرح مالتها، اكتب على الشرح هنا it is very important the eggs are colorless، دائما تكون هي عديمة اللون شفافة تقريبا، asymmetrical تكون غير متناظرة الجانبين، one side يكون being little flattened يعني مسطح قليلا، and the eggs take the D shape تأخذ الشكل حرف الدي باللغة الإنجليزية، and measuring حوالي 55 by 25 مايكرون هذا حجم الأوفا. أريدكم هذا تخلوا لي خط جو هاي الملاحظة واكتب عليها هنا هاي الملاحظة وكلش مهمة. It is to be noted هنا يجب أنه نلاحظ that the worm does not lay the eggs، هنا الفيميل أو الوارمز ما تضع البيوض مالتها in the intestine، ما تضع بيوضها بداخل الانتستين، but on the perianal skin حول فتحة المخرج نسميها المنطقة perianal skin أو perianal region واحدة منها. The worm usually die after eggs laying،
دائماً الفيميل بعد ما تضع البيوض مالتها راح شنو؟ راح تموت بعد عملية وضع البيوض. طلاب، هسه راح نيجي على اللايف سايكل. لو لاحظ تشوفوا حتى دورة حياتها بسيطة، ما بيها فد شيء معقد، مجرد بعد ما تطلع البيوض وي عفوا يعني شوف اهم اداه لانه متعود الثاني على بعد ما تخرج، بعد ما تضع الفيميل البيوض مالتها على البيري انال ريجن، راح بوجود درجه حراره مناسبه راح شنو راح تتكون اللاربي وتفقس زين او يتناولها الشخص. شوفوا هنا مثل حسب طريقه الانتقال مالتها، اذا كانت ريترو زي راح تكون تفقس، اذا كانت الطرق الاخرى راح ياخذها الانسان عن طريق البلع. فهنا انا اشوف عمليه سهله، عمليتها مجرد انه البيوض ياخذها الانسان راح تروح الى السيكم، وهنا تتحول الى طبعا تفقس البيوض وتنطيني الادلت داخل السيكم. نجي على الباثوجينيسيس. بالنسبة للباثوجينيسيس الحقيقة يعتمد على عدة أشياء. أول هذه الأشياء هي حركة الوارم الفيميل أثناء عملية وضع البيوض حول فتحة المخرج. هذه العمل هاي الموفمنت مال الورم تسبب نوع من الالرجي او الحساسيه عند الطفل، وبالتالي راح يسبب لنا راح تؤدي الى ليدنج تو انتنس ايتشنج. انتنس معناه شديد، حكه شديده، اند كوزينج فتيك. فتيك معناه تعب، فتيك معناه تعب، اند لوس اوف سليب وفقدان النوم، وفقدان النوم. اذا هاي اذا اول العوامل اللي تحدد الباثوجينيسيتي هي حركه الورم اثناء عمليه وضع الايجز حول فتحه المخرج، وسبب لذلك راح يسبب ان انتنس اند كوزينج انتنس ايتشنج فاتيك and loss of sleep. ولذلك الطفل أشوفه الليل ما ينام، مو بس بالليل، حتى بخلال النهار ما مرتاح الطفل أثناء عملية قعدته، وحتى بعض الأحيان يترك الأكل لأنه ما مرتاح. الطريقة أو العامل الآخر، ممكن أثناء عملية الإتشينج by the hand، ممكن عملية الحكة بوسط الإيد راح يكون بهالحالة الطفل إيش راح يسوي؟ راح يسبب crushing للفيميل، ولذلك راح تطلع أعداد كبيرة أيضا من البيوض بالمنطقة، وبالتالي راح يسبب له نوع من التحسس وزيادة التعب. هذا إذا هذه العامل الثاني. إذا العامل الثاني يقول the worm are often crushed by the infected individual، يعني بالشخص المصاب. While scratching عملية الحك، thus ولذلك releasing more eggs، وبالتالي راح يؤدي لي إلى تحرر أعداد كبيرة من البيوض. العامل الأخير هنا، بعض الأحيان الأدلت باراسايت بالسيكم إيش راح يسبب لي أثناء عملية وجودها بالسيكم؟ راح يسبب لي الهيموريج والإنفلاميشن بالإنتستان، وبالتالي راح أثناء عملية الأتاتشمنت طبعا هاي من تروح للميوكوزا سبب لي نوع من شوية الهيموريج كلش خفيف قليل، وبعض الأحيان الإنفلاميشن. ممكن إذا راحت إلى منطقة الأبندكس ممكن يسبب لنا الأبندسايتس اللي هي التهاب الزائدة الدودية. ممكن خلوا لي خط جوا الأبندسايتس. إذا أقول لك الأبندسايتس is the characteristic feature for فراغ باراسايت، تقول لي for entropious vermicularis،
ممكن انه يعني يسبب لي التهاب الزائده الدوديه في حاله الانتروبيس فيرميكولاريس. واريدكم مثل ما قلت لكم تخلوا لي خط جو هذه العمل. نيجي على واكتب على اللاب دايجنوزز فيري 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 امبورتنت، كلش مهمه عمليه تشخيص الانتروبيس فيرميكولاريس او التهاب الزائدة الدودية. أيضا هسه المعلومة اللي انطيتكم إياها، قلت لكم إنه الفيميل لا تضع البيوض مالتها وين، ما تضع بيوضها داخل الانتستان، ولذلك ما راح نتوقع يفيدني الجنرال سول اكزامينيشن. لكن راح انتبهوا على هاي كلمة لكن، ممكن انه اثناء عمليه خروج الاسطول زين ممكن بعض البيوض اللي عالقه بالقرب من فتحه الانس القريبه كلش ممكن انه تطلع اثناء عمليه الخروج الاسطول. ولذلك مرات اثناء عمليه فحص الاسطول خلينا نقول زين ممكن اشوف الانتروبيس فيرميكولوس، بس هذا مو سببه انه الفيميل وضعت شنو البيض مالتها بالانتسان. لا، ما تضع البيض، ولكن اثناء عمليه الخروج. بس اني لذلك ما اعتمد على جنرال سول اكزامينيشن بالفحص، لكن ممكن يطلع بصوره عرضيه اثناء عمليه خروج الاسطول. بس أنا ما أخلي بالحسبان إنه، لذلك أنا كتبت لكم ملاحظة. النقطة الثانية إنه general stool examination is not useful for detections of the enterobius vermiculus. خلوا لي خط جواها، يعني هنا أنا ما أعتمد عليه بالدرجة الأولى بعملية. ليش؟ لأنه ممكن يكون البيوض بعيدة شوية عن فتحة المخرج حولها، ولذلك ما راح تطلع ويا الاستول. بس خلينا نقول صدفة مرات بعض البيوض اللي موجودة بالقريب قرب من فتحة الأنس ممكن إنه تطلع ويا الاستول. نرجع على اللاب دايجنوز. اللاب دايجنوز ممكن اشوف اخذ ماكروسكوبيكالي عن طريق انه اشوف بعض الاجابات فتحات المخرج اثناء عمليه وضع البيوض. واحد راح يسال يقول شو وقت راح تضع الفيميل البيوض، وشو وقت ممكن اشوفها بصوره واضحه او كثيره اثناء حول فتحه المخرج. دائما هذه الجدان تحاول اثناء عمليه سكون الجسم بالليل، يعني اثناء عمليه sleeping of the child او الانسان من يروح يخلق للنوم، كان جسمه ساكن، تبدي الفيميل تخرج من الركتم وتضع البيوض مالتها، وبالتالي راح بعدها ممكن راح يصير داينج تموت بعد عملية وضع البيوض. هذه هي ممكن أشوف البيوض عفوا الأجاز باراسايت حول فتحة المخرج. بس طبعا هذه مثل ما قلت لكم أكثر شيء تكون أثناء فترة الليل أثناء سكون الجسم أثناء عملية النوم ممكن أشوفها. زين، واحد حيقول شو نسوي للاب دايجنوز؟ ها، احنا الحقيقة عندنا طريقتين، هي الحقيقة طريقة واحدة بس الطريقة الثانية هي محورة. بس أهم شيء هي الطريقة البسيطة السيمبل اللي ممكن أي شخص يسويها بأي مكان. هذه العملية نسميها الأينال سواب. الأينال سواب أو يسموها طبعا هي بصورة عامة راح نقسمها إلى نوعين، الأينال سواب. أما السيلوفان تيب ميثود اللي هي طريقة استخدام الشريط الشفاف اللي نستخدمها بعملية اللزق، شريط هاي الرولات مالتنا اللي موجودة اللي نستخدمها عندنا حياتنا اليومية. ايش راح احتاج اني لو نجي على الرسم هسه راح اكبر لكم اياه، راح اركز هسه على رقم واحد. انتبه علي، هاي عندي انا ايش لازم احضر؟ لازم احضر، انا كان المفروض لو كان يعني حضوري كان اشوف لكم اياه شلون اسوي لكم اياه بالمختبر. عندي سلايد نظيف، لازم يكون نظيف خالي من الدهن خالي من الوساخه حتى لا يأثر لي على مشاهدتي للبيوض. راح اجي اخذ
اخذ التيب وش اسوي؟ راح اجي الصق الحافه النهائيه مالتي التيب على حافه السلايد مالتي. راح اعيدها مره ثانيه. عندي هسه اني حافتين، حافه مال السلايد والحافه مال اللاصق. انتبه على الحافه اللاصقه، الزقها على اليمن على حافه السلايد. هسه صارت عندي التيب لازقيه على اليمن على السلايد. زين، راح احاول اخليه الزقه الى حوالي ربع السلايد، يعني امرر التيب مالتي الى خلينا نقول ربع السلايد. وراها ايش راح اسوي؟ راح اقلبه التيب مالتي او الشريط اللي اللاصق نسميه سيلوفان تيب، هذا راح ارجعه مره ثانيه الى الجهه الثانيه من السلايد. شوف شلون هو، مرجعه لي هذا التيب، مرجعه مره ثانيه على اصبحت، انتبه علي، اصبح الجزء اللاصق هسه لي فوق، اصبح الجزء اللاصق. انا ما اعرف انه تتصوروها لو لا، لانه انا لو كان حضوري كان اسوي لكم اياه، بس المشكله انه هسه هذا اللي موجود. فهذا لاحظ هسه، فاذا شوفه هسه صارت عندي بصوره رقم اثنين. راح لازم اني بهالشكل هذا، انه هسه صار اصبح الجزء اللاصق وين؟ على الحافه مال من؟ مالت السلايد، على الحافه مال السلايد. انتبه على ملاحظه راح اقول لك اياها هسه قبل عمليه ما تستخدم هاي الطريقه. انت الطفل ممكن يتحرك، ممكن هذا، وانت مستخدم سلايد، فلذلك دائما الحافات مالت السلايد لازم تكون مغطاه بالتيب. هاي وحده. وثانيا يجب انه الطفل يمسك باحكام بحيث ما يتحرك، لانه حتى لا يتاذى الطفل اثناء عمليه التاتشنج مالت السلايد مالتي بفتحه حول فتحه المخرج. هسه انا عندي، انتبه علي، هسه عندي انا جاهز هذا التيب، واجي على ها شوفوا هسه هاي فتحه المخرج انا عندي. وش اسوي؟ مجرد تاتشنج بصوره سريعه، راسا اخلي الجزء اللي قلت مثل ما قلت لكم الحافه اللي حول اللي بيها الادهزف، يعني يسموها اللاصقه هنا، مجرد السقها على اليمن على البيري انال ريجن واسحبها راسا واوخر. هسه ايش راح اجي هنا؟ راح اجي افرد، احنا مو احنا قلنا قلبناها، راح ارجع مره ثانيه ارجعها على اليمن على السلايد وافرشها. وهسه اصبح عندي السلايد وين؟ كله مفروش على التيب، مفروش كله على السلايد هذا. واجي افحصها تحت المجهر. انا متاكد انه قسم يمكن ما اتهموها، لانه هذا اللي اقدر عليه حاليا، لانه لو كان حضوري كان اقدر راح اشرح لكم اياها مره ثانيه، لانه هاي كلش مهمه. طبعا احنا قلنا التيست اللي نستخدمه بالانتروبيوس فيرميكولارس نسميها الانال سواب. اول هذه الطريقه سميناها سيلوفان، هاي اي سيلوفان تيب ميثود، اللي هي التيب اللي نستخدمه العادي. شو نسوي؟ راح اجي اخذ سلايد نظيف واخذ سيلوفين تيب اللي هو هذا الشريط الشفاف اللي نستخدمه. شو اسوي؟ راح اخذ الحافه اللاصقه مال من؟ الجهه اللاصقه مال من؟ مالت التيب، واخليه على حافه السلايد مالتي، ومرر حوالي الى ربع السلايد مالتي. زين، ورا ما كملت ايش راح اسوي؟ راح اقلبه للتيب مالتي على الجهه الثانيه للسلايد. هاي هسه انا قلبته هنا، تلاحظون قلبناه هسه بالصوره الاولى قلبناه، وامسك السلايد بهالطريقه هذا.
امسك الاستعين بهالطريقه هاي، اصبح عندي جزء اللاصق وين؟ الى الاعلى. راح اعيدها مره اخيره. هسه عندي اني تيب الجهه اللاصقه اللي زقتها على اليمن، اللي زقتها على السلايد، حوالي امرره الى ربع السلايد، وراح اقلبه. هسه اصبحت بالعكس، هسه صارت يعني الماده اللاصقه وين صارت؟ على الجهه العليا يعني فوق. واجي امسك السلايد مالتي بهالطريقه هذه. هسه اصبح عندي هذا السلايد جاهز لعمليه الفحص. راح اروح وين؟ للنقطه او الرسم الثالث. لازم امسك الطفل مثل ما قلت لكم بصوره محكمه حتى لا يتحرك اثناء عمليه التاتشنج. شو راح اسوي؟ مجرد اسوي له تاتشنج بواسطه الشنو، بواسطه السلايد مالتي هذا اللي بي الجزء اللاصق للاعلى. مجرد اسوي تاتشنج وراسا اشيله. الهال ما اقول ما اضل يعني بقي فتره طويله، لا، مجرد تاتشنج، لانه راسا هي البيوض اول ما يصير بها تاتشنج راسا راح تعلق بمن؟ بالسلايد، عفوا بالتيب، تعلق لانه هو ماده لاصقه فتعلق ب. وهاني طبعا مسويها عده مرات ومسويها وجايبه نتيجه ممتازه. زين ممتاز هاي النتيجه، يعني رايح الرياضه الاطفال ومسويها برياضه الاطفال، ولو تشوفون السلايدات كانت بديعه جدا لاعداد كبيره من الاطفال كانوا مصابين. ليش؟ لانه الواحد ممكن يصيب، خلينا نقول اللي موجودين كلهم، لان مثل ما تعرفون الاطفال دائما اخذ بسكيته من او ياخذ اللعبه من زميله وهي ملوثه راسا ياخذ الاصابه. زين هسه أنا سويت له تاتشينج، راح أجي أفردها مرة ثانية وأخلي الجزء اللاصق على السلايد مرة ثانية وألصقها، وبالتالي راح أروح للمجهر وأفحصها بقوة تكبير 40، وراح أشوف الكاركترستيك أوفر اللي هي دي شيب أوفر. هاي لا تنسوها، دي شيب أوفر، هذه علامة مميزة ل ما اعترف بهذه مالكم هاي الطريقه، لانه هذه طريقه ممكن يصير بها تلوث، ممكن ما اعرف ايش، ممكن اتحاد. قالت انا راح اسويها بطريقه اخرى اللي يسموها ال ان اي اتش سواب. هذيك الطريقه نسميناها السيلوفان تيب ميثود، هي اي بي، هذه نسميها ان اي اتش ميثود او سواب، اللي هي عبارة عن National Institute of Health Swab. هاي خليكم ياها بين قوسين المختصر مالتها. هي هو نفس التكنيك، بس هم ايش سووا؟ لو نجي على هاي التيوبة وبداخل بالأعلى موجودة فلينة على الجهة اليسرى، هي الفلينة، وتخترق الفلينة. زين تخترق من عندها عود هنا قسم من التيوبات اللي تجينا مكان العودان هذه، ممكن تكون جلاس رول هذه، ولو احنا هسه حاليا اللي موجود عندي احنا بالمختبر بها ستيك، يعني وودن ستيك ما عندنا، بس هي مرات تجي مع المنظمة الصحة العالمية هذه تكون بها جلاس يعني زجاجي رفيع كلش، وبنهايته موجود عندي التيب سيلوفان تيب ومربوط بواسطة الربر باند اللي هو هذا رابط. هذا شو سوي؟ يعني هذا يجيني جاهز بالمختبر.
من اريد راح احتاجه واروح اسوي للتيست عند الطفل، راح اجي اسحب الفلينه هي وياها هذا الجلاس روب هذا راس جلاس روب اللي هو الانبوبه هذه او عفوا الولايه الخشبه او التيوب هذه الزجاجه المهم اللي بيها السلفان تيب، راح اسوي لها تاتشنج نفس الطريقه تاتشنج للبيري انال ريجن وارجعها مره ثانيه واروح للمختبر. شو اسوي بالمختبر؟ راح ايضا اطلعها هذه من التيوب الرول جلاس رود واجي اوخر الربر باند اللي هو اللاستيكه واجي اخذ السيلوفان تيب اللي لاصقه عليه البيوض وافردها على اليمن، افردها على سلايد نظيف انا محضره بالمختبر. هو نفس التكنيك، انت لو تيجي عليه هو نفس التكنيك اللي انا استخدمته هناك، بس هنا بطريقه خلينا نقول انظف وشون واسرع، بلا ما هذيك شوي يحتاج لها تكنيك، بس هذيك ايضا تنطيني نتائج انا مستخدمها لأطفال برياض الأطفال كلش ممتازة. بس مع ذلك احنا نقول لكم الطريقتين وانت شو متوفر عندك ممكن تستخدمه بالمختبر او حتى تقدر تستخدمه بالبيت وتبقى طبعا سلايدات ممكن تبقيها يوم كامل مثلا وبعدين تفحصها، يعني فحصها ورا يوم وكانت ممتازة. الطريقة الأخرى اللي ممكن أن أحصل على الأدلت ورم إذا كنت طبعا شايفها وأريد أشوف أريد أطلع أعداد كبيرة من عندها من جسم الطفل، دائما يسووا له الحقنة الشرجية الإنيما، الإنيما اللي هي خلوا لي خط جواها الإنيما اللي هي إي إن إي إم أي إنيما. الإنيما هاي أو الحقنة الشرجية دائما يخلون بها ماء مغلي فاتر، طبعا أغلي المي أول مرة وبعدين أبرده أخليه فاتر شوية دافي وأخليه بالحقنة وأحقنها عن طريق فتحة الشرج عند الطفل وأضخ الماء الفاتر، بعدين راح تطلع أعداد كبيرة من الفيميل من خلال ويا السائل عند خروجه من الانتستاين. إذا الأدلت may be detected by making enema then or the female can be seen in the anal region. يعني ممكن يعني هذا ممكن أشوفها حول فتحة المخرج after depositing the eggs at night بعد ما تضع البيوض مالتها، ممكن أشوفها بالعين المجردة بعد عملية خروج البيوض من الفيميل في المنطقة البريانال ريجن. بالنسبة للبيوض مالتي تلاحظون انه هاي البيوض كلش كاركترستيك، هاي طبعا مطالبين بها بالامتحان العملي، هذه البيوض مطالبين بها يعني هذه طبعا هذه هي الجواهر الرسم الثاني، لا هذه مجرد تخطيطي، هذا مجرد تخطيطي للبيضة والأدلت قاسات واللاري اللي موجودة، هاي مجرد رسوم تخطيطية مطالبين بها، هي رسوم فوق اللي هي تروبيوسرنكلاريس أوفر. طلاب هذه ترى ليش مهمة الانتروبيوسرنكلاريس عندنا منتشرة برياض الأطفال وين ما تروح